إن معجزات الكون لا حصر لها، وصدقني عندما أقول لك إنك ستتفاجأ بما ستكتشفه معنا كل يوم. قالها ذلك العالم وهو يشرح لذلك الباحث الصغير. كان الشاب شديد الحماس لوظيفته الجديدة التي يحبها، وهنا جذب انتباهه شيئا غريبا، زهرة جميلة داخل ناقوسا زجاجيا. هنا اتجه الشاب بلا مقاومة منفصلا عن مديره العالم الجليل، متجها إلى الزهرة التي خلبت لبه بجمالها. هنا بدأ تلفونه المحمول يردد أذان الظهر، وهنا حدثت المعجزة. فضلا اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك كل الفيديوهات. مما لا شك فيه أن الكون مليء بالمعجزات التي تدل على وحدانية الله تعالى وقدرته العظيمة على إتقان ما أبدعه في هذا الكون من مخلوقات. زهرة نباتية تتفتح وأذن بشرية تغلق، هذه المشاهد حدثت عند سماع صوت الأذان، وهذه التناقضات العجيبة الغريبة حصلت للأسف الشديد ولاحظها مزارع أذربيجاني حولما أطلق عليه نوع من الزهور تفتح لدى سماعها صوت وكلمات الأذان خلال أوقات الأذان الخمسة، سواء كان ذلك ليلا أو نهارا. هذه الورود تسمى الأخدرية أو الأونوثارا، وهي نوع من الورود القمرية، والموطن الأصلي لهذه الزهرة هو المكسيك، في الوقت الذي أكد فيه علماء النباتات أن هناك العديد من العمليات البيولوجية الطبيعية تحصل من أجل فتح وإغلاق الزهرة، وأن هناك أهدافا بيولوجية لانفتاح وانغلاق الزهرة، ومن أهمها أخذ كمية لازمة ومحدودة من الضوء، ومن أجل التلقيح والمحافظة على الجنس وأمورا أخرى لا يعلمها إلا الله. وقد صورت قناة CNN هذا المقطع لتلك الزهرة في مزارع أحد فلاح أذربيجان ليبين قدرة الطبيعة على خلق كل ما هو غريب ومدهش. الاستعمالات: يستعمل النبات ضد الربو والمشاكل الهضمية، ويستخدم الزيت خارجيا لتخفيف آلام الثدي، كما يعتمد عليه كبار السن في أمريكا كأفضل نبات لقهر أمراض القلب والسرطان. زيت البذور غني جدا بحمض الجمالينولينيك، حيث قامت أبحاث في تنزانيا بدراسات على هذا الحامض، فوجدوا أن العمر المتوقع للأشخاص المصابين بفيروس الإيدز كان أكثر من الضعف عند إضافة حامض جمالينولينيك والزيوت المفيدة المعروفة باسم الأحماض الدهنية أوميغا 3 إلى طعامهم. وعليه يمكن طحن بذور نبات الأخدرية وإضافتها إلى الطعام للمصابين بمرض الإيدز. وفي علاج الإكزيما تعتبر المادة الفعالة هي الأحماض الدهنية الموجودة في زيت البذور، ويستعمل زيت البذور دهانا لعلاج الأمراض الجلدية، ويخفض كل من الكوليسترول وضغط الدم، كما أن لهذا المركب تأثيرا ضد التجلط. تأثير كلمات الأذان على النفس البشرية السوية وعلى الكائنات الحية سواء كانت حيوانات ونباتات ذات طبيعة سليمة يتمثل في التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة لله سبحانه وتعالى. وهنا أود أن أؤكد حقيقة مفادها، أن العلم ربما تأخر بعض الوقت في اكتشاف تأثير كلمات وصوت الأذان على الإنسان وعلى الكائنات الحية الأخرى، مع وجود بعض الدلائل والمؤشرات على وجود مثل هذا الأثر. وأقول هنا والحال هكذا، علينا أن نستمع وأن نصغى لكلمات وصوت الأذان من أجل أن تنفتح أسريرنا وتنفتح مشاعرنا وترتخي عضلاتنا المشدودة، من أجل أن يطمئن مرضانا وأن تنفتح أزهارنا في حدائقنا ليلا ونهارا، ومن أجل أن تنفتح أزهار أطفالنا في بيوتنا. ولا يسعنا هنا إلا أن نقول: فسبحان الله العلي القدير الذي قال في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. صدق الله العظيم. اللهم يا عالم الخفيات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات،
يا خالق الأرض والسماوات، أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الوهاب الذي لا يبخل، والحليم الذي لا يعجل، لا راد لأمرك ولا معقب لحكمتك، رب كل شيء ومليك كل شيء. أسألك يا الله أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا زكيا وإيمانا خالصا. أسألك يا رب أن تهب لنا إنابة المخلصين وخشوع المخبتين وأعمال الصالحين ويقين الصادقين. ما أحلمك على من عصاك وأقربك إلى من دعاك. لا مهدي إلا من هديت، ولا ضال إلا من ضللت، ولا غني إلا من أغنيت، ولا فقير إلا من أفقرت، ولا معصوم إلا من عصمت، ولا مستور إلا من سترت. أسألك يا رب أن تسترنا وأن ترزقنا الصحبة الصالحة وما هو خير لنا في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر في المال والأهل والولد. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غائبا إلا رددته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا يا رب إلا قضيته. يا رب لا يمنعنا أحد إذا أردتنا، ولا يعطينا أحد إذا حرمتنا. لا تحرمنا بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، والقبر خير بيت نسكنه، واجعل ما بعده خيرا لنا منه يا رب. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم ارضنا بقضائك، وأعنا على الدنيا بالعفة والقناعة، وعلى الدين بالطاعة، وطهر ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من النفاق، وطهر أعمالنا من الرياء وبصرنا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلهنا قوم عوجاجنا، وأعنا في استقامتنا، وكلنا ولا تكن علينا. أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين. اجعلنا ممن يأخذون كتابهم يا رب باليمين، واجعلنا يا رب يوم الفزع الأكبر من الآمنين. متعنا اللهم بالنظر إلى وجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. عزيزي المشاهد، اترك إعجابك بالفيديو
وساعد في مشاركته مع أصدقائك، وأخبرنا برأيك في التعليقات. ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وقم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا.